أوفياء ومتتبعي جريدة لامك المغربي، مرحبا بكم معنا في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجكم الرياضي بانينكا. ضيف حلقتنا اليوم لاعب اللي استطاع أنه يحصل على شهادة الدكتوراه بالموازاة مع المسار ديالو الاحترافي، واللي هو أشرف برقي لاعب اتحاد تورقة. أشرف مرحبا بك معنا. شكرا بزاف على الاستضافة، أنا جد سعيد بالحضور ديالي معكم اليوم. أشرف مرحبا بك، وقبل ما ندوي المسار ديالك الأكاديمي والاحترافي ما كرهناكش تعرفنا عليك أكثر. أشرف برقي 29 سنة، لاعب الحالي لفريق الاتحاد الرياضي التورقي، خريج أكاديمية محمد السادس كرة القدم، بعد لعبت في فريق الفتح الرياضي الرباطي، نادي الرياضي القنيطري، والآن أنا موجود في فريق الاتحاد الرياضي التورقي. أشرف قبل الاحتراف ديالك كيفاش كانت البداية ديالك والقصة ديالك مع كرة القدم؟ كنظن أن كأي طفل صغير كيكون عنده الحلم هو أنه يلعب كرة القدم، فلعبت كرة القدم في أحياء ديال مدينة القنيطرة، لعبت في جمعية التقدم القنيطري، من بعد كنت التحقت بأكاديمية محمد السادس اللي تلقيت فيها التكوين لمدة 4 سنوات، من بعد مشيت لفريق الفتح الرياضي الرباطي، دوزت فيه سنتين والتحقت بفريق الاتحاد الرياضي التورقي آنذاك، ملي كان الفريق كيمارس بالقسم الهوات، لعبت سنتين فريق الاتحاد الرياضي التورقي ورجعت للمدينة ديالي مدينة القنيطرة، حملت قميص نادي الرياضي القنيطري لمدة ديال 3 سنوات، والآن أنا دابا صافي بلوس كو 4 عام وأنا في فريق الاتحاد الرياضي التورقي. لقيتي صعوبات في البداية ديال الكارير ديالك؟ بالفعل كأي لاعب كنظن أنا داك لا ترانزيسيون من ليكيب اسبوار ليكيب سينيور، كنظن أنا لا بلوبار ديال لي جون جوار كيلقاو مشكل باش أنهم يانتيغيو ليكيب بروفيسيونيل. فبالفعل بالمرور ديالي في الفريق الفتح الرياضي الرباطي كانت عندي اون ديفيكولتي باش انني نقدر نامبوزي راسي كجوغ ديال بروميير ايكيب، دونك ما قدرتش نلعب في الفريق الاول فريق الفتح الرباطي، اضطريت انني نخرج اون بري. انا داك مشيت لعبت في فريق الاتحاد الرياضي التورقي ملي كان الفريق كيمارس في قسم الهوات، والحمد لله بالعزيمه وبالاراده قدرت انني نديباسي هذاك لو باساج اللي كان بور ما سيتي ان باساج فيد، ولكن الحمد لله قدرت نديباسي وقدرت انني نرجع ونكون كلاعب في القسم الوطني الاول. الى سولناك على اول ذكرى عندك في ماتش اوفيسيال لعبتيه؟ اول ذكرى هو ملي لعبت في نادي الرياضي القنيطري، كانت عندي اول تجربه في القسم الاحترافي الثاني، وكان كان 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 هذاك حلم، لان اي واحد ملي كيكون ابن المدينه اللي تزاد فيها كيكون عنده الحلم ديال انه يحمل القميص ديال هذاك الفريق ويدافع عليه بكل امتثال وبكل حب. كنظن انها كانت عندي ديك لونفي انني نلعب في فريق نادي الرياضي القنيطري، وتحقق لي ذاك الحلم انني كاول حلم انني نلعب في المدينه ديالي وندافع على قميص النادي الرياضي القنيطري. ذكرتي لنا بانك يعني خدتي تجربه حتى في اكاديميه محمد السادس، الا كان ممكن تقربنا اكثر منها؟ في الفعل فكنظن ان الالتحاق ديالي باكاديميه محمد السادس فهو جزء من لا كارير ديال ان جون جوار، سورتو داخل اكاديميه محمد السادس فتلقينا واحد التكوين اللي هو تكوين في المستوى العالي. كنظن ان سيدنا الله ينصرو عطانا واحد المكان اللي هو جميل، لا من ناحيه ديال التعليم ولا من ناحيه كذلك التاطير، ونستافدوا من فورماسيون ديال ان فوتبول ان فوتبولور ديال لو نيفو. الحمد لله تلقينا واحد التكوين في المستوى العالي اللي خلانا اننا الحمد لله اليوم قدرنا اننا نكملوا هاد لا كارير ونكونوا من ممثلين ديال اكاديميه محمد السادس كره القدم احسن تمثيل. اشرف يعني رغم احترافك لكره القدم ما تخليتيش على المسار الاكاديمي ديالك، ومؤخرا حصلتي على شهاده الدكتوراه يعني بجامعه ابن طفيل في الاقتصاد الرياضي، الا كان ممكن انك تقربنا اكثر من الاطروحه ديالك؟ فبالفعل هذا سيتي بور موا ان اوبجيكتيف من كنت صغير انني نقدر نكمل الدراسه ديالي، ان كيف ما كنت كنقول ما كاينش ان اوبستاكل اللي يقدر يحبسني باش ما نمشيش للدراسات العليا. الحمد لله مور ما خديت الماستر ديالي كان عندي ان اوتر اوبجيكتيف انني نكمل في الدكتوراه ونديرها ندير 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 دكتوراه اللي تكون عندها علاقه بالمسار الرياضي ديالي. فالاستاذه اللي كانت شادني في الدكتوراه فهي مشكوره لانها عاونتني وعطاتني هاد لوبورتونيتي ديال انني نخدم سوغ اون تيماتيك اللي هي عندها علاقه سورتو بكره القدم وبكل ما يخص بتطوير كره القدم في المستقبل للمغرب. فخدمت على لامباكت ديال لا سوسيتي سبورتيف سور لافونيغ كومبيتيتيف اي اورغانيزاسيونيل دان كلوب دو نيفو ماروك، ودونك جي تي اوبليجي باش انني نديفيي لا تيماتيك ديالي تو سكي جيستيون،
لان اليوم كيف ما كيعرف الشارع الكروي المغربي فلا بلوبار ديال الفرق المغربيه فهي كتعاني من المشاكل ديال لا جيستيون الداخليه. دونك جيتي اوبليجي انني نديفي لا تيماتيك ديالي بكل ما يخص لا جيستيون ديال ان كلوب و جي سي دابليكي داك لو موديل دو سيكل دو في دون انتربريز نحاول نابليكي على ان كلوب دو فوتبول. الهدف هو انني نعاون الفرق باش انهم يخرجوا من المشاكل اللي كيتخبطوا فيها من الناحيه السيريه والتنظيميه، وانني نقدم لهم واحد لو بلان داكسيون اللي هو سيتي دي ريكومونداسيون بور لي كلوب. درت لهم ليتود ديالهم باش انهم ياميليوريو كيف ما كنقولوا لوبجيكتيف ديال لو كلوب الاول هو ديك لو ريزولتا كومبيتيتيف، والثاني هو ديك ياميليوريو ديك لا رونتابيليتي ايكونوميك ديالهم ا مويان اي لون تيرم. واش لقيتي صعوبه بانك توازن يعني بين المسار ديالك الكروي والاكاديمي؟ بالفعل كتكون صعوبات، لان كيف ما كتعرفوا فلاعب محترف كيخصو يدير لي ساكريفيس في الحياه ديالو للحياه الشخصيه ولا الحياه العمليه. كنظن ان باش تقدر توازن ما بين الدراسات العليا وتكون محترف كره القدم كيبغي شويه كيف ما قلت لي ساكريفيس في الحياه الشخصيه. كنظن ان لا بروغراماسيون ديال لا جورني ديالك كتحاول انك تبروغراميها تكون رياضه ودراسه، دونك تديك لا في بيرسونيل كتقدر تخرج لها غير واحد شويه من الوقت ديال لا جورني. دونك بو مو جيتي فوكاليزي على هاد دو شوز. الحمد لله الاول انا حققته انني قدرت ناخذ هاد لو ديبلوم اللي هو ماشي بسهل، والثاني الحمد لله انا كنخدم عليه باش انني ان شاء الله نفوز مع الفريق ديالي باحد لي تروفي ان شاء الله هاد العام ولا السنوات المقبله. الى سولتك شنو هو السر اللي خلاك انك تنجح في الموازنه بين الكره والدراسه؟ حيت ملي كنعرفوا ملي كنقولوا البطوله المغربيه الاغلبيه ديال اللاعبين كيختار الكره وكيخلي الدراسه كيبعد عليها، يعني شنو السر ديالك نتايا؟ هو السر الصراحه الحمد لله الوالدين ديالي عندهم واحد الدور كبير في هادشي اللي وصلت ليه، لان انني في اي حاجه كناخذ الراي ديالهم وكنتشاور معاهم. دونك في الاول هذا ماشي سر، ولكن كان الحلم ديال الوالدين ديالي انهم يشوفوني واحد النهار قدرت نوازي ما بين الدراسه وكره القدم، اللي كنظن ان العدد القليل ديال اللاعبين اللي قدروا يوازيو بيناتهم بجوج. دونك بو مو لو بروميي اوبجيكتيف سيتي انني نحقق الحلم ديال الوالدين ديالي، والثاني كيف ما كنقول سيتي كيستيون دونفي، لان الحمد لله الانسان فما هو موجود في الحياه لانه باش يعمل وباش يخدم لواحد المستقبل اللي هو زاهر. الحمد لله كانت عندي ديك لونفي، كان عندي هدف، انا هدف شخصي باش انني نقدر نوازي ما بين الدراسه ديالي وما بين ممارسه كره القدم في المستوى العالي. اون جينيرال فهي ابار تكون لاعب كره القدم وتكون كتقرا، فالدراسه واحد الحاجه اللي هي مهمه في الحياه الشخصيه ديال الانسان. وكنظن ان انا كلاعب كره القدم فالدراسه ديالي تقدر تعاونني في التعامل مع لو كونتكست اكستيريور ديال 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 كل ما يحيط بالمستطيل الاخضر. وكنظن انها تقدر تعاونني من هنا لقدام، لان كيف ما كتعرفوا لا كارير ديال فوتبولور تقدر ما تفوتش 36 دونك لوبجيكتيف عندي هو انني كيف ما كنقول نكون واحد اليوم من المساهمين في تطوير كره القدم. وباش تكون مساهم في تطوير كره القدم المغربيه خارج لو ريكتونكل فيغ فانك خاص تكون حاصل على دي ديبلوم اللي يقدروا يعاونوك انك تمثل اللاعب المغربي من هنا لقدام ان شاء الله، باش نكون من الناس كيف ما كنقول نمد اليد المساعده في تطوير كره القدم ان شاء الله. ولا سولنا اشرف على يعني فرق كيتمنى انه يحمل القميص ديالهم؟ كنظن ان الحمد لله حملت القميص ديال ثلاث فرق اللي هي كبيره في المغرب. اكيد تلعب فريق الفتح الرباطي وتلعب فريق النادي الرياضي القنيطري، وكذلك الان كنحمل واحد القميص اللي هو كبير ديال الاتحاد الرياضي التولوجي. كنظن لحد الان انا حملت ثلاثه ديال القميص ديال الفرق اللي هما كبار. نتمنى ان شاء الله، ولكن في لازون ديال الرباط القنيطره كنتمنى ان شاء الله انني تجيني دوطخ اوبورتينيتي، علاش لا؟ اي فريق مغربي ولا فريق خارجي نحمل القميص ديالو غندافع عليه بتفاني كيف ما كندافع على هاد الاقمصه اللي حملتها. يعني ما كاينش اسم محدد؟ لا ما كاينش اسم. نرجعوا للفريق ديالك الحالي اللي هو اتحاد توارقه، الا سولناكم كيفاش غادي الاستعدادات ديالكم خصوصا يعني في ظل المنافسات القاريه اللي كتسناكم الموسم الرياضي المقبل؟ الحمد لله سيتي اون اني اكسيبسيونيل، لاننا قدرنا نكتبوا التاريخ ديال الفريق الاتحاد الرياضي التولوجي، ان اول مشاركه في الكؤوس الافريقيه. دونك اون كاتريام بلاس كي تي امبلومون ميريتي،
وكان عندنا هدف باش ما نكذبش عليك سيتي ان اوبجيكتيف من بدايه العام افيك ان اكور امبليسيت مع كاع لي كومبوزون ديال ليكيب اننا كانت اون اني ديال اننا خاصنا او موا نحتلوا المراكز المتقدمه ولما لا نمثلوا المغرب في احد كؤوس افريقيا. الحمد لله قدرنا اننا نحققوا هذا الهدف. الاستعدادات كتمر في واحد الظروف اللي هي جيده، كنظن اننا كنخدموا وسط الفريق كعائله وحاسين بالمسؤوليه اللي علينا وحاسين بالمسؤوليه ديال اننا خاصنا نشرفوا المغرب احسن تشريف واحسن تمثيل. كيف ما كنعرفوا ان اليوم الكره المغربيه فهي غدا في تطور ملحوظ سورتو او نيفو كونتينونتال، دونك حنا تعطاتنا هذه الفرصه ديال اننا نمثلوا المغرب. غادي نمثلوا بكل تشريف وبكل تقدير، لان هذا الكاس الافريقيه فهي كاس اللي غادي تخلينا اننا نزيدوا نهزوا من لو نيفو ديال ليكيب وان نقدروا نمشيو لابعد حد ان شاء الله. على ديك المركز الرابع، كيفاش عاشت مكونات نادي اتحاد توارقه الجدل ديال هذا المركز؟ هو بالفعل كانت عندنا ان كونكورونس مع فريق الوداد الرياضي وكذلك اولمبيك اسفي، وكنظن ان المقابله الاخيره كان خاصنا سيتي ماتش اللي كان خاصنا نربحوه باش بلا ما ندخلوا في لي كونفلي ديال لي بوان. فبقينا مامنين لان كنظن ان مركز رابع فهو مركز اللي كان ديالنا، لان ملي كتكون ثلاثه الفرق اللي عندهم نفس النقط كنظن ان ما كتبقاش ديك لا بارتيكولاريتي ما بيننا وما بين اون ايكيب، دونك كتولي النسبه ما بين تخوا ايكيب. دونك حنا كان واحد الهدف اللي كان تماركا عندنا مع نادي السوالم اللي كنظن الفريق كان داير احتجاج مول ماتش ما كانش تحيد في الجدول، دونك اون فوا دارت لا ميزاجور قدرنا اننا ناخذ هذاك المركز الرابع. اشرف، من بعد الاعتزال ديالك ديال كرة القدم واش غنشوفوك في التدريب ولا في التسيير، يعني بحكم مسارك الاكاديمي؟ هو سؤال صعب شويه ما نكذبش عليك، فكيف ما كنقول باقي ما عنديش واحد لا فيزيون اللي هي فيزيون جلوبال على شنو بغيت ندير مور لا كارير، ولكن كيف ما كنقول الهدف ديالي هو وانا ملي كنت صغير قبل ما نلعب كرة القدم هو انني نكون واحد النهار من الناس اللي يساهموا في تطوير كرة القدم المغربية لا في داخل الملعب ولا خارج الملعب. ان شاء الله كنتمنى لك التوفيق. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. دابا غندوزو الفقرة الثانية من البرنامج واللي هي افضل 11. اشرف، الا قلنا لك تعطينا افضل 11 في البطولة المغربية، شكون هما الاسماء اللي غتعطينا؟ حراسة المرمى عبد الرحمن حواصلي، ظاهر أيمن بولكسود، مدافع كنظن كاين أيمن ديراني وخفيفي، أغيغ غوش رضوان أيت المقدم، لي تخوا ميليو تيغان كاين أشرف هرماش، كاين أمين زحزوح ومحمد شملال، إلي دغوا أدم نفاشي، إلي غوش كاين فحلي، و أتاكون دو بوانت توفيق بن طيب. برافو عليك، تقريبا تشكيلة يعني منطقية، كنت كنتسناك تعطيني غير صحابك في الفرقة ولكن برافو عليك. تبارك الله عليك. دابا غنمشيو للفقرة الأخيرة من البرنامج اللي هي شكون هذا؟ أشرف، شكون هذا اللي عندك في الصورة؟ صعيب بزاف هذا، عرفت شكون؟ تقدر تبقى تعطي السميات حتى تلقاه، ما عندناش مشكل. هشام العروي. ولكن تاهو تيلعب في البطولة عادي. تيلعب في البطولة ماشي مهدي الباسل. لا لا ماشي مهدي الباسل. قبيله ذكرتيني سميتو في التشكيله اللي اختاريتي، انا سهلت عليك. ادم نفاشي. برافو عليك، باين زعما ادم الصراحه هو واضح. الصوره الثانيه شكون هذا؟ هذا انطوني جو بونس. هو برازيلي. هو ماشي ريشاردسون. هو هذا. تبارك الله عليك. ريشاردسون.
هذا الشرقي البحري. وانا ما بغيتي تعرفو. واضح. الصورة الرابعة. لياو. سمية؟ لياو ديال لاسيميلو. نو. ماشي هو؟ لا. عرف شو ديال لاتليتيكو بيلباو. هو هذاك. مشات لي سمية شو. مؤخرا خلق واحد الضجة. مشات لي سمية شو. نعطي السمية، المهم تعرفتي نيكو. نيكو نيكو. تبارك الله عليك. الصورة الخامسة والأخيرة. صعيبة شوية. لا لا هذه سهلة. حتى هي غير ما بغيتيش تعرفوا في البطولة. شي بول كسوتو. تيلعب في الكاك. كيلعب في الكاك؟ حاول زعما نجيب لك اللي باينين واللي قراب. توفيق جروطن. تبارك الله عليك. برافو عليك هو هذاك. يعني ما صعيباش سهلة. تبارك الله عليك أشرف. أشرف تبارك الله عليك. وقبل ما نختمو إلا قلنا لك أنت غتخرج الشونجمون، شكون اللي تبغي يكون بلاصتك عندنا هنايا؟ صديقي والأخ ديالي بديع أوك. إن شاء الله. تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف حيت هضرتي معنا. شكرا، انا جيت سعيد بالحضور معكم وشكرا بزاف على الاستضافه ديالكم. مشاهدينا حتى هنا كنكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. كنضرب لكم موعد جديد في حلقه جديده مع لاعب جديد.